ظلت هرر على مدى تاريخها مركز شعاع علمي وثقافي مميز، فضمت داخل أسوارها 99 مسجداً وزاوية تتلمذ فيها عدد كبير من رجال العلم الذين درسوا في مختلف مجالات المعرفة. عندما يقال أن في هرر دحر العلم أو انتهى فترة العلماء، كان يوجد في مدينة هرر أكثر من 600 مفتي، 600 رجل وامرأة. الإفتاء لم يكن محصوراً على الرجال فحسب، ولكن كان هنالك أكثر من 600 رجل وامرأة يتميزون بالعلم الشرعي وخاصة في المذهب الشافعي وبالمذاهب الأخرى أيضاً. الناظر إلى هرر بعين الغريب عن المنطقة، فإنه من السهل التنبؤ بوجود حضارة إسلامية تعود إلى الأزمان الغابرة، ولكن إذا نظرنا إليها بعين ساكنيها سنرى أنها رابع أقدس مدينة إسلامية في العالم، وأنها مدينة العلم والعلماء، وأنها نافست لعقود حواضر علمية إسلامية كبيرة، لكنها اليوم شبه منسية. هرر يعني منا يا علماء. هناك دلائل عديدة على أن هرر هي مدينة العلم والعلماء. قديماً كان هناك العديد من حلقات العلم وتدريس القرآن داخل أسوار هذه المدينة الصغيرة، وأول ما يقوم به جميع أطفال هذه المدينة صباحاً هو تعلم القرآن، ويقومون بذلك طوال اليوم، حتى إن هرر في فترة من الفترات كانت تسمى مدينة القرآن أو الحفاظ. يا قرآن